هي مبادرة جميلة، كان المنطقة كاملة كيخصها بحال هاد الخصاص ديال المدارس المستشفيات، ممكن خصاص بزاف خصوصا في هاد المناطق اللي كاين هنايا. وبالنسبة للعمل التطوعي اللي قامت به السيدة كنشكرو، لأنه هناك عدة دواوير مناطق ما محتاجة، المهم بحال هاد المشاكل كيعانيو منها بزاف ديال التلاميذ، فهمتيني؟ كاين دابا كاين التلاميذ مثلا هنايا السونتر، هذا هنا كاينين شي دواوير بعاد هنا، الترونسبور هو اخر حاجه كيفكروا فيك، الترونسبور ما كيسيبوش، كيلقاو مشاكل صعيبه. ومزيد على ذلك الداخليه كتكون عامره بزاف، كيسيبوا المشاكل كيفاش تنقلوا. هنا هي السيده قامت بهذه المبادره، غتصايب لهم كما قلت لك هنايا الفوق، تصايب لهم ثانوية تأهيلية، وعاد تزيد على ذلك بعض مدارس في الهديلات غتعاود لهم إعادة الهيكل من جديد، وغتزيد لهم بعض المستوصفات. ما نكذبش لك أخويا، أنا ما كنشوفها من أول، ما كنعرفهاش، ها كنسمعوا بها كيما بحالنا بحالكم، تتنشر داك الشيء. شنو اللي كتسمعوا عليها؟ ويا سيدة مزيانة، الله يعمرها الدار، كيما تشوفوا ما يمكنش أي إنسان غيجي ويقوم بهذا العمل ويخسر كيما شتي راه 12 مليون درهم، مبلغ ماشي مبلغ سهل، راه ماشي أي واحد غيقدر يدير بحال هكا. كتشوف زيد بحال هكا السلطات المحلية ديال هنا ما غيقوموش بهذ المبادرة اللي دارتها السيدة هنا. سمعتوا بالسيدة اللي باغي تبني لنا مدارس؟ انا باغا المستقبل البلاد بزاف، وكنجري على البلاد بزاف، وباغا تمين البلاد بزاف، وكنجري في واحد الطريق ديال الخير بزاف، وهذاك الشيء اللي عطى الله تبارك وتعالى هذاك العقل ديال السيده، الله تبارك وتعالى عطاها النصر من عند الله تبارك وتعالى. ما بغاش هاد الشباب يبقى يضيعوا، هاد البنات كيبقاو يضيعوا، ما كاين اللي 8 كيلومتر 15 كيلومتر كيجي الطريق بعيده، كاين واحد الوقت يكون وقت الامطار كتكون الطريق مقطوعه بزاف، كتكون بغات هذاك الشباب يتجمعوا في هاد المستقبل اللي غدير لهم ان شاء الله، وراه كتجري في طريق الخير، وكنعرفوا عليها طريق ديال الخير، طريق ديال الخير. انا كنشد عليها شهاده، جاي من سطات، عيط لي السيد قال لي واحد السيده هو طايح، جيت القياده هنايا، جيت حكت قالت لك جي معها الفرمليس، زيت معايا الفرمليس، نص السيد طايح كوما، هزيت هي اللي قامت بهذاك الشيء كلشي، دينا السيد نعس في سطات السبيطار، هي اللي قامت بأي طريقة بهذاك الشيء كلشي، وقدات لي شي، قالت لي وقدي لي شي حاجة ديال الخضرة، شوية ديال اللحام قدينا لهذاك السيد في سبيل الله. السيدة هاد الرسالة اللي غنطلبوا الله تبارك وتعالى، نطلبوا الكريم يعطيها واحد العز ديال الله تبارك وتعالى، هي غادية في طريق الخير، ما غاديش في طريق شي انتخابات ولا شي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص هاد السيدة جات المنطقة دارت بادرة طيبة، دابا خاضت الأرض وغتنجز فيها هاد المؤسسة التعليمية، تعليم ثانوي، وهي المنطقة خاصة هاد الثانوية. دابا الامور غاديه مزيان، دابا في المستوى، دابا المهم الارض البلاد خاصه تعاونيات، خاصه هاد منهم هاد المؤسسه التعليميه، لان كانت خاصه في البلاد، لان كان هنا عندنا ضغط وعندنا اكتظاظ ديال التلاميذ، عندنا 1300 تلميذ، وكاين اكتظاظ بزاف عندنا. ولكن جات هاد السيده كانت بادره طيبه، كانوا غادي يتبناو واحد ثلاثه ديال الاقسام، ولكن ملي جات هاد السيده خاضت هاد الارض كانت بادره طيبه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.